هجمات الشمال القسنطيني ذكرى تعود ككل سنة كمحطة فاصلة في تاريخ الثورة التحريرية. المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أحيا الذكرى لترسيخ هذا الحدث التاريخي الهام من خلال إبراز دور الشهيد البطل زيغود يوسف قائد الولاية التاريخية الثانية في تجسيد روح الشعب الثورية. أقر زيغود لابد أن يظهر الشعب هو صاحب المبادرة، هذه التعليمات، وأن يكون فيها تسليم، أي هذه الهجومات تكون هي تسليم مشعل الثورة من جيش التحرير إلى الشعب ليأخذ الشعب مصيره، ولنضمن بها تحقيق الثورة الشعبية. المناسبة كانت فرصة لتكريم العقيد حسن غرابي ابن أخت الشهيد زيغود يوسف والذي كان أمينا عاما للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة وقبلها مكلفا بملف نزع الألغام التي خلفها المستعمر الفرنسي. La réunion هذه la date هذه تاع le 20 août il avait prévu depuis longtemps il voulait il tenait à l'organiser et c'est un symbole fort cet hommage qui lui est rendu le 20 août 55 à l'occasion du 20 août 55 et je trouve que c'est une bonne conclusion de dire qu'il est dans la continuité du Shahid Zeroud Youssef. اولا العقيد حسن غرابي من خيرة ابناء هذا الوطن. العقيد حسن غرابي من النخبة المثقفة هذا الوطن. العقيد حسن غرابي رحمة الله عليه من أكثر الإطارات الالتزام ونزاهة وإخلاص. مع كل مناسبة تاريخية تستعد الذاكرة شريط الأحداث لترسخ في أذهان الأجيال بطولات أبطال لم ولن تمحوهم الأيام والسنين من ذاكرة الجزائريين.